اللهم إلا عبدك.
هو أعلم بكم إذ أنشأكم
القرآن العظيم أن تعطيه أكثر وقتك، لأنه إنما أنت المستفيد. فهذا النور الذي سيتحقق في الدنيا والآخرة. So this Qur'an is something that Allah has arrived over each and every single one of you. This Qur'an has arrived for each and every single one of you, and you should spend your time busying yourself with this Qur'an, because it has arrived over you, and you should spend your time gaining the light of the glorious book of Allah. يقرؤون القرآن الكريم في يعني يحزبونه حتى يتم تلاوة ويتم ختم القرآن الكريم في كل أسبوع. So we know from the guidance of أوصي نفسي وإياكم بهذا الكتاب العظيم. أن الله عز وجل قال في كتابه: قد جاء من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب هو الكتاب المبين، يأتي به الله من اتبع رضوانه. وأسأل الله عز وجل أن يتمم علينا هذه السعادة والفرحة بنصر إخواننا المسلمين في غزة وفي إدلب، ونصر إخوان المسلمين في كل مكان في السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، وأن يعيد المسجد الأقصى على إخوان المسلمين. The Sheikh is extremely happy to be here in your presence, and he hopes and he prays to Allah subhanahu wa ta'ala that this happiness extends to when Masjid al-Aqsa is freed and within his freedom, inshaAllah. بقعتي مباركة في هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله وكرمه. ففي فضل هذه المجالس فضل كبير لا يخفى عليكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قوموا قد غفر الله لكم، وقد بدلت حسناتكم سيئاتكم، وقد بدلت سيئاتكم حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Sheikh is very